رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد رجع في كلامه، ايوه زي ما سمعتم كده، خلاص عارف ان الله حق وبدا يرجع في قراراته الاخيره بعد موقف مصر الواضح والتصريحات اللي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحشد الدولي والعربي الكبير. ابي احمد رفع الرايه البيضاء. علشان تعرفوا ايه اللي حصل تابعوني في الفيديو ده من 5 بالعربي. كان لازم يرجع في كلامه، ما هو مش قد اللي كان هيحصل له. أبي أحمد بيرجع عن قرار كان هيدخل بلاده في مواجهات عسكرية كانت ممكن تقضي عليها تماماً، ده غير طبعاً المواجهات الأهلية اللي بتعاني منها أثيوبيا دلوقتي. اجتماع حصل في كينيا الأسبوع اللي فات تمت فيه مباحثات عن أزمة الصومال وأثيوبيا اللي بدأت من يناير اللي فات، أعلن فيه أبي أحمد استعداده عن التنازل عن البنود اللي أثارت مشاكل في الاتفاقية مع أقليم صومال لاند الانفصالي. هدف أبي أحمد من القرار ده هو استعادة العلاقات مع الصومال تاني، خصوصاً إن معظم الدول وقفت جنب الصومال، وبشكل محدد الدول العربية اللي ليها مصالح في البحر الأحمر. المفاجأة الأكبر بقى واللي ممكن تغير مسار الأحداث تماماً هو اكتشاف كميات كبيرة من النفط في إقليم أرض الصومال، واللي وارد جداً يكون ضمن خطة أثيوبيا واللي معرفتش تاخد منفذ بحري فقالت تحتفظ بالنفط. خلال الأيام اللي فاتت الصومال وتركيا مضوا مع بعض الاتفاقيات والمعاهدات في مجال النفط واللي يعتبر من أهم ثروات الصومال اللي أخيراً هتقدر تستفاد بيها. تفتكروا أبي أحمد بيعمل حساب للخطوة دي؟ تراجع أبي أحمد جه مباشرة بعد إعلانه إن اتفاقيته مع أقليم سومالاند خلاص هتدخل في مراحل التنفيذ، وده اللي سبب قلق وتوتر سياسي كبير في منطقة القرن الإفريقي ويمكن توتر عسكري كمان، لأن رئيس الصومال قال إن ده يعتبر تعدي على سيادة الصومال وممكن الأمور تتطور لمواجهات عسكرية. تصريحات الرئيس الصومالي سببت زخم إقليمي ودولي، لأن بسرعة الصومال بدأت تحركاتها الخارجية علشان تحشد الرأي العام الدولي ضد تصرف أثيوبيا، وكمان البرلمان صدق على قانون يلغي الاتفاقية اللي مضتها أرض الصومال مع أثيوبيا. كل ده غير لجوءها المصري واللي حذرت من عواقب التصرفات الأثيوبية، وكمان هددت بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك واللي بتنص على تدخل الدول العربية للدفاع عن حق دولة من الدول الأعضاء حين تعرضها لأزمة بتهددها. الأزمة ما بدأتش مع توقيع أثيوبيا وأرض الصومال الاتفاقية، لأ دي بدأت في شهر أكتوبر اللي فات وقت ما هدد أبي أحمد إرتريا والصومال وجيبوتي علشان يوفروا البلد منفذ بحري خاص، مع ان ده بالفعل متوفر لكن السيادة بتكون لأصحاب الأرض. إلا ان طموح أبي أحمد الاستعماري خلى يطمع في سيطرة كاملة على ميناء على البحر الأحمر لأنه دولة حبيسة. الأيام اللي جاية هتكشف نية أثيوبيا من قرارها الأخير، وهتكشف كمان دوافع أبي أحمد ومستقبل الأزمة. تابعونا طول الوقت علشان يوصل لكم كل جديد بس من 5 بالعربي.